والعمل الصالح ما وجد فيه ثلاثة أمور: الإخلاص العام الذي هو التوحيد، والإخلاص الخاص الذي هو قصد وجه الله بالعمل، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل الله عملا من مشرك، ولا يكون عمله صالحا مهما عمل، ولا يقبل الله العمل إلا من مخلص في هذا العمل، ولا يقبل الله العبادة إلا إذا أخذها المسلم عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل عبادة لم تأتي عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي رد، مردودة على صاحبها، لا يقبلها الله عز وجل.